أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وأخباري كالعادة متنوعة، ولكن سأبدأها بخليل إبراهيم جيهان، حيث اليوم ظهر هو ومجموعة مسلسل ليلى يعني غيث وجمري، وأيضا كانت برفقتهم جانسو وعائشة بينغول. المهم كما قلت، ظهروا الليلة من البث المباشر لقناة ناو من أجل حملة التبرعات لمواصلة التعليم للأطفال المتضررين من الزلزال، وتمحورت المقابلة حول جهودهم الرامية إلى مساعدة الأطفال ودعمهم. وهذا اللقاء يعكس التزام خليل إبراهيم جيهان وزملائه بتقديم العون والمساهمة في تحسين حياة الأطفال، سواء من خلال التبرعات أو الأنشطة المجتمعية. وظهر خليل إبراهيم جيهان قبل البث المباشر لقناة ناو من أجل حملة التبرعات لمواصلة التعليم للأطفال المتضررين من الزلزال بتركيا كما قلت الليلة، مع زميلته أيضا هاندا سوباشي. وحضر أيضا في هذا البث أسماء شعبية معروفة ورياضيين مشهورين، وتحدث خليل إبراهيم جيهان عن كيفية دعم الأطفال والأمهات وكيف يؤثر ذلك على المجتمع. ويعتبر أصدقائي هذا التطوع شيء جيد جدا من طرق خليل إبراهيم جيهان، لقد قدرنا دائما القيمة التي يقدمها للأطفال وجهوده من أجلهم. المهم ألقى خليل إبراهيم جيهان يعني كلمة أثناء تواجده في البث المباشر لقناة ناو من أجل حملة التبرعات، ورحبوا بخليل إبراهيم جيهان. وخليل إبراهيم جيهان قال: مرحبا، إنه من السار جدا اجتماعنا مع أصدقاؤنا هنا لخدمة مثل هذا الهدف النبيل. التعليم مهم، نعم إنه كذلك، نحن دائما نتحدث عنه، نحن نطرح هذا الموضوع دائما، ونحن كعائلة كبيرة هكذا دائما أصف جمهورنا الذي يحبوننا ويدعمونا هكذا، إنه عائلتنا بسبب ما نقدمه عبر الشاشات، فهم يقدمون محبتهم لنا الغير مشروطة، إنهم يحبوننا بلا مقابل وهم معنا بمثل هذا الارتباط، وهنا نحن نتخذ موقفا جيدا لمستقبلنا كما قالت جمري الذي أنا سعيد جدا برفقتها اليوم. كما قالت ذلك: هذا وضح جدي ليس فقط بالنسبة لتركيا، ولكن العديد من الناس من جميع أنحاء العالم لديهم حساسية كبيرة تجاه هذه القضية، وهذا يجعلني سعيد جدا، يعني يهتمون بشكل كبير بهذا الأمر. إنه من المهم أن نستطيع الوصول إلى هؤلاء لكي نستطيع أن نداوي الجروح من خلال تقديم دعمنا لتعليمهم، لأنك عندما تتخذ موقفا يجب أن تقف خلفه، وبعد اتخاذنا لمثل هذا الموقف الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به للوصول إلى جودة يعني جودة أفضل بكثير ومستوى اجتماعي أفضل بكثير لجميع الأجيال هو دعم التعليم، وأن نضع كل مجهودنا به، وأن نكون قادرين على الكشف عن أشياء يمكنها تحسين يعني جودة المجتمع بكل الطرق، ولهذا السبب نحن هنا. كما قالت عائشة: السيدات يجب أن يعلمنا بناتهن، لأن في أي أسرة يعني تعليم الأم مهم جدا لتمكنهم من تربية أبنائهم جيدا، بغض النظر عن كون أبنائهم ذكور أو إناث. دائما أقول ذلك، لو الأم متعلمة جيدا ستستطيع تربية طفلها بطريقة جيدة، وسوف يكون لدينا مجتمع بمعايير مرتقية يعني مرتفعة. نحن نبذل مجهودا من أجل ذلك، لدينا جرح عميق عفوا، نحاول أن نساعد قدر الإمكان، فنحن سعداء أن نكون معهم لأن جرحهم هو جرحنا جميعا. لا يوجد شيء اسمه نحن هنا وهم هناك، لقد وصلنا إلى أقصى ما حاولنا الوصول إليه. حقيقة أن مثل هذه المنظمة قيد الإنشاء، وحقيقة إننا نحاول أن نكون معهم هناك، وحقيقة أن هذا يحدث باستمرار يجعلني ذلك سعيدا جدا. أتمنى أن نصل إلى رقم جيد من التبرعات يجعلنا جميعا سعداء إن شاء الله، وسنستمر في أن نكون سعداء في مجتمع يتمتع بمستوى أعلى من الرخاء. المهم أصدقائي، نتمنى إن شاء الله أن يجمعوا أكبر قدر ممكن من التبرعات من أجل مساعدة الأطفال على الدراسة إن شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. والعديد قالوا أن فريق مسلسل ليلى يضربون عصفورين بحجر واحد، منها يقومون بعمل الخير ومن جهة أخرى يروجوا لمسلسل ليلى. وأصلا أصدقائي هذه الحملة لا علاقة لها بالترويج نهائيا، يعني هذا كلام فارغ. كما أيضا مجلة هيلو في مقابلة لها مع خليل إبراهيم جيهان من العدد الجديد نزلت مقال عنه، وقالوا أن خليل إبراهيم جيهان يستعد للموسم الجديد بعد فترة من الراحة، وأكملوا قائلين: خليل إبراهيم جيهان ممثل ناجح يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في تركيا وخارجها.
وأكد أن موسم الصيف كان جيدا جدا من حيث العمل والإجازات، إنه حضر اجتماعا مع الوكالة التي يتعاون معها مؤكدا أهمية هذا اللقاء في تنظيم خطواته القادمة. وقال خليل إبراهيم جيهان الذي ذكر أنه كان من بين أبرز أبطال المسلسل التلفزيوني ليلى الذي سيبث على قناتنا في الموسم الجديد أن التصوير مستمر بشكل مكثف هذه الأيام. كما أيضا أصدقائي تم تنزيل الإعلان الثالث للحلقة الأولى من مسلسل ليلى الذي سيذاع كل أربعاء من كل أسبوع ابتداء من 11 أو 18 من الشهر الجاري. وبعد تنزيل أصدقائي الإعلان العديد أعجبوا به وبالمسلسل، وخاصة أعجبهم أكثر أنه مثل النسخة الأصلية يركزون على موضوعين وهما انتقام ليلى والحرب الذي سوف تصير بين ليلى وزوجة أبوها وبين ليلى وقصة حبها، يعني الموضوعين كانوا مهمين، وأن الشيء الذي نجح النسخة الأصلية هو تناسق الأبطال وحلاوة الانتقام. والعديد أيضا بدأوا يحسون أن خليل إبراهيم جيهان سيكون مهمش مثل مسلسل السلة المتسقة، وبصراحة أصدقائي لا نعرف الآن إذ سوف يعني يخلوا المسلسل مثل النسخة الأصلية أو يقللون أو يكثرون المشاهد لخليل إبراهيم جيهان، لأن النسخة الأصلية كان دوره متوسط يعني ليس له مشاهد كثيرة، كانت مشاهده قليلة، لكن البطولة كانت للبطلة وزوجة أبوها، هم كانوا الأساس وكل الشخصيات بالمسلسل يعني تدور حولهم. لكن لاحظت بالتركي أنه ممكن دور البيران يكون يعني أكبر قليلا من النسخة الأصلية. المهم نتمنى لخليل إبراهيم جيهان ولكاست العمل كل التوفيق. كما أيضا أصدقائي وحسب الصحفية بيرسين أنه من المتوقع أن يتم إصدار الإعلان الترويجي الأول للموسم الثالث من مسلسل شراب التوت البري يوم الجمعة المقبل إن لم تطرأ يعني أي تغيرات. نحن أصدقائي ننتظر الإعلان والمسلسل ككل بفارغ الصبر. كما أيضا أصدقائي ظهر عطاء يلديز مع زوجته اليوم، والكل بدأوا يتساءلون أين هم الفانز الذي قالوا أن يعني هذا هو حبيب سيلا ترك أغلو الجديد. يعني كما قلت لكم أصدقائي لا تصدقوا كل ما يروج بدون أدلة. كما أيضا تم تنزيل لقاء لسيلا ترك أغلو وهي تتحدث عن النظام الغذائي الصحي والتخلص من السموم، وأيضا تحدثت عن تجربتها في المنتجع الصحي وغطسها في الماء البارد. المهم سيلا قدمت فوائد العلاج البارد لتعزيز الصحة العقلية وتسريع حرق الدهون، وتحدثت عن تجربتها مع العلاج البارد المعروف باسم الغرق البارد والذي يتميز بفوائد متعددة للصحة البدنية والعقلية. وأوضحت سيلا ترك أغلو أن قضاء بضع دقائق في الماء البارد بدرجة حرارة تصل إلى 8 درجات مئوية إلى جانب ممارسة تمارين التنفس المهدئة قبل ذلك يعني يساهم بشكل كبير في تحسين التركيز العقلي وزيادة النشاط البدني فضلا عن تسريع عملية الأيض. وأضافت سيلا ترك أغلو أن هذا النوع من العلاج يمكن أن يكون خيارا فعالا لمن يسعون إلى تعزيز صحتهم العامة وزيادة قدرتهم على التحمل. كما أيضا أصدقائي هناك تسريبات حول الشخصيات التي سوف تظهر على بوستر مسلسل شراب التوت البري، وأن نيلاي ونورسيما وميري التي ستكون من عائلة كيف الجيم سوف يكونون في البوستر الرئيسي، وأنه لن يتم إضافة جوركام أو حتى جيراي للبوستر، وهذا يعني أصدقائي كما قلت فقط تسريب وليس يعني مؤكد. والعديد بعد سماع أن ميري سوف تضاف على البوستر لم يعجبهم الأمر نهائيا، ومعهم كل الحق لأنه لو ضافوا شخصية جديدة على البوستر بجانب الأبطال الرئيسيين فإذا كما قال الفانز فليضيفوا مصطفى، وقالوا لماذا اسمه غير مطروح مع أنه محبوب ويستاهل. المهم أصدقائي لم يتبقى الكثير وسوف نعرف من الشخصيات التي سوف تكون على بوستر المسلسل. كما أيضا أصدقائي سيلا ترك أغلو نزلت صوري لكلبها وحط له قبلة روج وعلقت على الصورة وقالت وأحمر شفاهها الأحمر. المهم أصدقائي هذه هي كل الأخبار، ودائما نتمنى كل التوفيق لخليل إبراهيم جيهان وسيلا ترك أغلو، وإلى لقاء وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.